يسعد اوقاتكم، معكم الشيف سامر الزعبي من مطعم دمسكا 1 اللي بيتميز باكلات التراثيه الدمشقيه القديمه. اليوم انا اخترت لكم ثلاث اطباق مميزه، فول المقله مع اللبن، وفريكه الموزات لحمه مع لبن بخيار، ومعمول الجبنه اللي بيتقدم سخن. واهلا وسهلا وصحتين وهنا. رح نبلش بالفول المقلى معنا. طبعا مكونات الفول المقلى هي فول، ثوم، بصل، وكزبره خضراء، كزبره، ملح، فلفل ابيض، كمون. هذا الفول المقلى منبلش فيه بزيت الزيتون اول شيء، بنحطه على النار ليحمى. نبلش البصل الناعمه بنقليها مع زيت لتاخذ نكهه الزيت الزيتون. نجيب الثوم نعمله سلايس عشان نقليه كمان معه. الثوم اساسي بهالاكله ليظهر مظبوط فيها، وهو من القصص اللي بتخلي ترفع مناعه الجسم، ونكهته بالاكل خصوصي مع الفول المقلى بيعطي زكاوي اكثر. هو والبصل، وهلا هيك عم نقليهم بعضهم ليتحمروا. طبعا بعد ما نقليهم مع بعضهم بننزل الفول فوق منهم. ومنقليه. طبعا ريحة الثوم بلشت تطلع. هون منزيد عليها الكزبرة الخضراء كمرحلة أولى. هلا بعد ما حطينا الثوم والكزبرة الخضراء، رشة الملح، طبعا الملح حسب الذوق بيعود لكل شخص. عندنا الكمون، رشة كمون، وعندنا الكزبرة الخضراء كمان نعطيها زيادة عشان تعطي الطعمة، وفلفل أبيض. هاد كل مكونات هالأكلة بالنسبة للبهارات. منقلي على مهنة على نار لحتى تستوي الطبخة، تأخذ معنا من 10 ل 15 دقيقة ليطرى الفول بين معنا. طبعا الريحة بلشت. هلا بنتركها 10 دقائق لتتهدى على نار هادية ما بنقوي عليها، وبعدين بنعمل البرزنتيشن تبعها والمرافق تبعها. قبل ما نقدم الطبق طبعا رح ارجيكم قصه، انه بنعمل رحنا كزبره وثوم لحتى نحطها على وش اللبن، والتقديم طريقه التقديم تبعها لتعطي زكاوي اكثر.
طبعا ثوم ناعم بنقليه معها لياخذ حراره، وبنقليه وبنحط معه كمان كزبره خضراء لحتى نحطها على وش الفول المقلم. طبعا مع ريحة الكزبرة والثوم وزيت الزيتون تعطيها نكهة وزكاوي للأكل. هلا مع الطبق الاساسي تبعنا اللي هو فريكه مع لحمه الموزات، وبيتقدم معها لبن بخيار. طبعا بنحتاج لفريكه خضراء، موزات، لحمه غنم. البهارات تبعنا جوزة الطيب، ملح، فلفل ابيض، كبش قرنفل، وطبعا بنحتاج لبقى العطريه اللي نسلق فيها اللحم، ليمون، هيل، ورق غار، قرفه، لومي، طبعا سمنه، بازاليا، بصل ناعم، والمكسرات. اول شيء بنسلق لحمه الموزات، بنسقطها بقلب مي سخنه لحتى تنسلق، وطبعا رحنا رح ناخذ ميتها لانه تكون زاكيه لحتى نسلق نطبخ فيها الطبخه تبعنا، وبنحط لها البقى العطريه تبعها عشان تسحب زنخه اللحمه منها. وهي طرنشين ليمون، الليمون بنحطه كمان ليسحب الزنخه من قلب اللحم على الغلي. وهلا هي بتاخذ معنا تقريبا لساعه، ساعه وربع لتستوي وتتنهنه اللحمه تصير طريه. طبعا اللحمه هلا استوت معنا، وطبعا المي تبعها رح نستخدمها بطبختنا بالفريكه. هلا نبلش نطبخ الاساسيه الفريكه معنا. بنحط السمنه اول شيء، الفريكه بدها تكون مغسوله ومنشفه، ما تنقع. طبعا نوع الفريكه هو اساس بهالقصه هي. الفريكه كل ما كانت خضراء وكل ما كانت حبتها واقفه وما لها فيها تكسير بتطلع معنا نافشه الحبه، ما بتطلع نايمه. والمكسر ما اللون الاصفر بيطلع لونه فاتح، لذلك بدك اللون يطلع اخضر لازم تكون نوع الفريكه خضراء لحتى تاخذ اللون الطبيعي لها. بنقلي السمنه اول شيء لتذوب وتحمى. متى ما حميت السمنه معنا بنحط البصل الناعم، بنقلي البصله لحتى تضل بياض اول الشعر تبعها. الفريكه طبعا غسلناها غسيل ما في نقع، ما بننقع نقع، مو مثل الرز، عكس الرز. بنسقط الفريكه فوق منها، بنقليها
لحتى تحمى مظبوط. طبعا رشة ملح حسب الرغبة، الملح شوية كركم ليعطيها شوية صفار، طبعا قرفة، فلفل أبيض، شوية جوزة الطيب، طبعا حبة هيل، كم حبة ورق غار، قطعة اللومي، ومنحرك. طبعا عم تتحمص معنا الفريكة، بنحمصها لحتى تاخذ القوة. أهم شيء تحميصتها بقلب السمنة. على التحميص هلا بعد ما تتحمص بنزيد لها مية اللحمة فوق منها. شايفين بس قديش تحمصت، شلون غلت دغري؟ ليه؟ لأنه تحمصت قوي. كل ما تحمصت بتهيك معنى الفريكة بتوقف وتطلع نكهتها أقوى. وبنتركها على نار هادية لمدة 40 دقيقة. الفريكة بتاخد الفريكة غير الرز، تقدري تزيدي عليها المي امتى ما بدك. لو نقصت المي بدك اياها ناشفة، بدك اياها شوي فيها جوسي، هي عندها ست البيت بطريقتها. بس هذا النوع الفريكة بس الوحيدة اللي بتقدري انت تزيدي عليها هي والبرغول. اما الرز ما بتقدري، بصير بيرزرز معنا. اما الفريكة بتقدري تزيدي المي قد ما بدك عليها. شو بدي احكي لكم عن ريحة؟ أكلة الفريكة طبعاً بيتقدم معها إذا بدنا لبن بخيار أو إذا بدنا سلطة حسب ست البيت شو بترغب. هي بتتاكل وهي بتتاكل. أنا اليوم اخترت معها لبن بخيار لنقدمها مع طبقنا الفريكة بالموزات. خيار ولبن، ملح، فلفل، وإذا بتحبي بتحطي توم معه ما عندك مشكلة، وإذا بتحبي بدون توم بدون توم، اللبن بصير. هلا معنا المرحلة الأخيرة اللي هو الحلو تبعنا اللي بنقدمه اليوم. نحن بالساحل السوري من أكثر الناس اللي بيستخدموه، اسمه معمول الجبنة. معمول الجبنة بيتقدم سخن، ما بيتأكل بارد. هو عبارة عن سمنة 300 جرام، جبنة، سكر بودرة 150 جرام، طحين 600. بنمزج أول شيء السمنة مع سكر البودرة لحتى نكون العجينة تبعنا. منرش السكر البودرة فوقهم، هدول بدنا نضل نخلطهم لحتى يصيروا مثل الكريمة، مخلوطين مع بعض مثل الكريمة. نضل نخلطهم سوا ياخذ تجانس الكريمة. بعد ما صاروا بهالحالة هاي منزيد الطحين على مراحل شوي شوي، ومنخلطها شوي شوي لحتى تتكون معنا العجينة. طبعا الشكل عم يصير يتكون مع بعضه، عم تتجانس العجينة مع بعضها.
الجبنة نستخدم الجبنة العكاوي، بدنا نحليها لنسحب منها عرق الملح. طبعا قبل بساعتين ثلاثة او يوم بنغير عليها المي اكثر من مرة لحتى تحلى. هاي الجبنة مشان تاخذ الطعمة، جبنة العكاوي هي اللي بتعطيها الطعمة. ماسكت العجينة طبعا، تاخذ تقريبا معنا العجين بحدود 10 دقائق لتتماسك. طبعا هي بدها تضل باردة لتقدر تشكليها معك. طبعا بعد ما تماسكت العجينة بالشكل اللي بدنا اياه رحنا بنقدر نعمله. وطبعا رحنا الطريقة اللي عم نعملها هي عبارة انه نحفرها مثل الكبة ونحشيها بالجبنة. والقالب اللي بدنا اياه رحنا بنشكل فيها. طبعا عندي قوالب مثل هاي، انا برش لها رشة طحين مشان ما تلزق فيها وبحطها وبعملها هالطريقة هاي. طبعا نحن بنقدر هاي العملية نفرزها كمان بالفريزة امتى ما بتحبي بتشويها. طبعا هلا رحنا بنحطها بالفرن على درجة حرارة 180 لمدة 8 دقائق لتنشوى. متابعينا الكرام، هلا سفرتنا صارت جاهزة لنا. فول المقلى، وعنا فريكة لحمة الموزات مع لبن بخيار، وعنا المعمول بالجبنة، وصحتين وهنا.